درجة له واسترجاع الثقة بالفوز. وأراد فريق جمعية عين مليلة استثمار الفرصة والعودة ولو بنقطة للديار. المرحلة الأولى لم تحمل الكثير واعتمدت الكرة الطويلة بغية التسجيل. أشبال خير الدين ماضوي هيمنوا على الكرة في البداية لكن بطريقة غير منظمة لم تأتي بالمراد. من جهة أخرى أمل عين مليلة في المرحلة الأولى تمركزوا في الدفاع وفي الوقت نفسه حاولوا ببعض الفرص كانت هي الأقرب لإحداث الفرق لعدة مرات والمرحلة انتهت بدون تسجيل أهداف. في المرحلة الثانية واصل أشبال عجالي في تشديد الدفاع وتضييق الخناق، لا وبل كانوا الأحسن حتى في الهجوم وصناعة الفرص وممارسة الضغط على المولودية البجوية التي حاولت فك الشفرة بفرص افتقرت للتنسيق والتركيز. مباراة انتهت كما بدأت دون أهداف، تعادل بطعمين حلو للضيوف ومر لأصحاب الديار. إذن التعادل هو النتيجة النهائية لهذه